وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ عبد الله الزخاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني برام الله. أهلا بحضرتك أستاذ عبد الله. يعني في البداية، ما هي توقعاتكم لاحتمال تمديد الهدنة ومن ثم تبادل خروج المزيد من الأسرى من سجون الاحتلال؟ يعني من الواضح تماما ومن تأكيدات المتتابعة من قبل الجهات التي ترعى هذا الاتفاق والتي لها جهود كبيرة في التوصل إلى هذه الهدنة وتحقيق الجهود المصرية والقطرية المقدرة، من الواضح أن هناك جهود بذلت من أجل تمديد هذه الهدنة لفترة أطول، والتي بموجبها سيتم تحرير مزيد من المعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال الإسرائيلي مقابل إطلاق سراح عدد آخر من المحتجزين لدى المقاومة الفلسطينية. ولكن حقيقة نحن نتطلع كفلسطينيين إلى أن يتم وقف هذا العدوان بكامله، خاصة أن هذا العدوان هو عدوان همجي وهو عبارة عن حرب إبادة جماعية تمارسها منظومة الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 50 يوما، والذي راح ضحيته عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمشردين والذين لا زالت جثثهم تحت الأنقاض. يعني الشعب الفلسطيني يتطلع إلى إنهاء هذا الاحتلال ووقف كل هذا النزيف الذي مضى عليه أكثر من 75 عاما. فالمعركة لم تبدأ فقط 7 أكتوبر الماضي كما تعلم، يعني الشعب الفلسطيني يعاني جراء استمرار هذا الاحتلال والسياسات الأمريكية والمنظومة الدولية التي تقف خلفه كان أجدر بها بدلا من أن تقف لدعم الإرهاب الإسرائيلي وحرب الإبادة الجماعية، أن يكون لها دور أكثر جهوزية وضغطا أكبر في إنهاء الاحتلال برمته. طب كيف تشرح لنا الوضع الميداني على الأرض مع دخول المساعدات، وهل تنوون التحرك لمقاضاة الاحتلال خلال الفترة المقبلة في ضوء شهادات الأسرى عما تعرضوا له من مضايقات؟ نعم، يعني الاحتلال الإسرائيلي أخي العزيز منذ بداية هذا العدوان عبر عن النزعة الانتقامية والعدوانية اتجاه مختلف الأراضي الفلسطينية وتحديدا عملية الاستهداف للمعتقلين للمواطنين الفلسطينيين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العدوان، والتي كانت عبارة عن حملة يعني واسعة وتعتبر من أوسع وأكثر خطورة من الحملات السابقة، حيث ظهر فيها النزعة الانتقامية من خلال الاعتداءات الوحشية التي طالت مختلف الأسرى الذين تم اعتقالهم من منازلهم، حيث يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ بداية هذا العدوان باقتحام منازل المواطنين بعد منتصف الليل وتفجير أبواب المنازل والدخول إلى غرف النوم وعملية تحطيم وتخريب وتكسير محتويات المنزل والاعتداء على أفراد الأسرة، وأحيانا كثيرة تم اعتقال الوالد أو الوالدة أو الأشقاء للضغط عليهم لتسليم أبنائهم، وأن معظم المعتقلين الذين اعتقلوا منذ بداية هذا العدوان تعرضوا إلى اعتداءات وحشية أدت إلى إصابتهم بكسور وردود. وليس ببعيد عن ذلك استمرت الحملة، حملة النزعة الانتقامية بحق الأسرى داخل المعتقلات. صحيح، أشكرك جزيل الشكر الأستاذ عبد الله الزخاري رئيس نادي الأسير الفلسطيني من رام الله، كنت معنا عبر الهاتف، أشكرك جزيل الشكر.